بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. قبل ما نخش متلازمه محمد صلاح اناني ومحمد صلاح الكره ضيعها بعد الهدف الاول اللي هو سجله كان ممكن يخلص بيها المباراه وليفربول ياخد الثلاث نقط، فعايز اقول لك حاجه. صلاح على الاقل برغم انه كان بيضيع، فالراجل سجل في اول ثلاث دقائق هدف مميز جدا، هدف من ربع سنتي مش ربع متر. الراجل بيستلم وبيلف وبيصوب وهدف في اول ثلاث دقائق. ساديو ماني بقى جنبه قدم ايه؟ ما قدمش اي حاجه. فيرمينيو قدم ايه؟ ما قدمش حاجه، لان فيرمينيو بقاله سنه ونص تقريبا مش شايف قدامه. طب بيلعب اساسي ليه؟ والله يسال يورجن كلوب. طب نص ملعب ليفربول اللي كان بيعرف يستخلص الكوره من بدري قبل ما توصل لفان دايك وقبل ما توصل للمساكن اللي كان جنبه ماتيب، راحوا فين؟ لا السنه دي مش موجودين سعادتك، علشان خاطر فيرمينيو اللي كان مميز وسطيهم بقى بيرجع يلعب مساك تاني جنب اوزانكا باك النهارده، وطبعا تريند الناحيه الثانيه موجود موجود روبرتسون. ترند اللي بيقدم موسم سيء، ترند اللي بعده مباراة استون فيلا قلت والله الراجل ممكن ينطق، الراجل سجل هدف الفوز فممكن يقدم ماتشات كويسه، مع اليسون اللي بدا برضو يقدم ماتشات كويسه. يعني خط دفاع في لعيب باك يمين بيقدم مستوى سيء جدا، في لعيب نص ملعب بيلعب مساك علشان خاطر ما عندكش غير كده، في اوزان كباك اللي جاي لك من شكا اللي هو فريق هابط اساسا في الدوري الالماني السنه دي، في جنبه روبرتسون اللي بيقدم مباريات على فترات، ماتشات تديه تلاقيه جيد وماتشات تلاقيه سيء. تخش على الاربعه اللي قدامهم، اربعه اللي قدامهم تياجو الكانتارا اسوأ نسخه لتياجو الكانتارا ممكن تشوفها في حياتك هي نسخه ليفربول. جيني فينالدوم اللي كانوا عايزين يلبسوه برشلونه موجود اساسي، وبرغم كده تقعد تسال نفسك هو فينالدوم عمل ايه السنه دي؟ سجل هدفين في كل الماتشات اللي هو لعبها اساسي دي، سجل هدفين بس. طب عمل كام اسيست؟ بصراحه ما بصيتش على الاسيستات لان الراجل بسم الله ما شاء الله يعني واضح انه بيقدم موسم من يلبس 60 نيله. طيب محمد صلاح على طرف، ساديو ماني على طرف. محمد صلاح الراجل اللي فيه الرمق شويه اللي ممكن يكسب ليفربول، هيضيع بس هيسجل. طب ساديو؟ لا ساديو هيضيع مش هيسجل. طب فيرمينيو؟ فيرمينيو مش بيروح اساسا، فيرمينيو بتلاقيه اغلب الوقت بيحاول يرجع الثقه لنفسه اللي بقاله سنه ونص بيحاول يعملها، وجنبه دييجو جوتا اللي رجوعه فاد الفريق كتير. 4-4-2 كانت كويسه، صلاح قدر يجيب لك الهدف الاول في اول 3 دقائق. بتلعب فرقه زي نيوكاسل مفترض انك تكون قوي بعد الهدف الاول وتجيب الهدف الثاني والثالث. ما شفناش ليفربول قوي، ما شفناش ليفربول فريق قادر ان هو يجيب الهدف الاول او الثاني. شفنا كمان الشوط الثاني بالنسبه لك لعبتك مره واحده نيوكاسل بقى متحكم في الجيم، نيوكاسل عايز يرجع في النتيجه باي طريقه، وانت عمال تروح وعمال فرص شبه محققه، تلاقي ان دبروفكا راجل بيتالق فيها، وتلاقي ان انت عندك مشكله كبيره جدا ان نص ملعبك واضح ان هو سيء، وكورت جونز اللي انت نزلته من على الدكه الراجل لسه ما قدمش اي حاجه تقول ان هو يصلح يشيل الدور اللي يورجن كلوب عايز يديهوله في وسط ملعب ليفربول. نزول مينر مكان جوتا 4-3-3 قلبت 4-3-3 صريحه، وبعد ما قلبت 4-3-3 صريحه بسم الله ما شاء الله خط نص اللي كان واقع منك وقع اكتر، ودلوقتي بقى عندك مشكله كبيره جدا انك مش عارف تحتفظ بالكوره، مش عارف تخلق فرص. خلقت فرص على فترات، صلاح ضيع الكوره اللي بصها له ساديو ماني، بس الكوره كانت مقفوله، هي كانت تتلعب لبره في الضيقه يا في البعيده، صلاح قرر يلعبها في الضيقه وطلعت منه بره. بعدها شفنا التغييرات اللي بدا يعملها الناحيه الثانيه ستيف بروس قرر ان هو يعمل تغييرات، عايز يرجع في الجيم باي طريقه. ويلوك ويلسون الراجل ويلسون اللي سجل، بس الكره كانت خبطت في ده في الدقيقه 91 ليفربول لابس جون ويتلغى علشان خاطر الكره هاند بول. تقعد بقى تعرف تدافع الثلاث دقايق دول زي خلق الله اطلاقا يا عزيزي. ليفربول بيلبس جون في الدقيقه 4 عن طريق ويلوك، وتقعد لعيبه ليفربول يقعدوا يتكلموا مع الحكم على ان والله الكره فيها فاول. الكره فيها فاول ايه؟ انتوا منظومه دفاعيه مهترئه وحالتكم من هنا في 60 نيله، وفي الاخر تيجي تقول لي نلبس الجيم لمحمد صلاح علشان خاطر الراجل ضيع بعد الهدف. طيب صلاح ضيع وجاب، انما فيرمينيو ما ضيعش ولا جاب، والناحيه الثانيه ساديو لا ضيع ولا جاب. لو عايز تتكلم في اي حاجه السنه دي فابعد عن صلاح في ليفربول، لان صلاح هو الحاجه الوحيده المشرقه السنه دي في موسم ليفربول. فلو انت هاجمت صلاح السنه دي فتقول ايه بالنسبه لل 19 لعيبه اللي غير صلاح، وتقول ايه ليورجن كلوب اللي بيقدم واحد من اسوأ المواسم في مسيرته. تعادل مستحق لنيوكاسل النهارده، نيوكاسل قدم اداء كويس، نيوكاسل تغييرات ستيف بروس عايز يرجع في النتيجه، تغييرات يورجن كلوب كالعاده انت عارف مين اللي هينزل وعارف مين اللي هيطلع وعارف الدنيا بالنسبه لك رايحه فين وجايه منين. علشان كده لو حبيت تتكلم في ليفربول السنه الجايه القصه مش قصه دفاع وجوه فان دايك بس، القصه قصه نص ملعب، ان انت محتاج تجيب لعيبه نص ملعب اقوياء ومعاهم فابينيو، انما استمرار تياجو واستمرار فينالدوم هي مسحه دمها تقيل. هارد لك يا عزيزي مشجع ليفربول، دخلت في موقف معنا بالله ربنا مضطر انك تكسب الخمس ماتشات الجايه، ومستني تعثرات تجيلك من تشيلسي وتعثرات تجيلك من ويست هام علشان خاطر تلعب دوري ابطال اوروبا، والا غير كده هتلاقي نفسك بتلعب اوروبا ليج. يا عزيزي، وفي الاخر هيلبسوا كل حاجه بتحصل لمحمد صلاح. من حق ايه كمصري ان انا اتكلم على صلاح بطريقه جيده؟ ومن حق اي حد يتكلم على لعيب اللي بيمثله او بيتكلم عنه
كصلاح او رياض او حكيم، الثلاثه بيقدموا اداء مميز. بس من حقي لما صلاح يكون واحد من الناس اللي جابت 20 هدف في 3 مواسم ورا بعض، والراجل بيحقق ارقام تاريخيه ما حققهاش فولر ولا حققها لويس سواريز، فما تجيش تلبس كل حاجه لصلاح تاني وتالت ورابع. لو شفت ان انا بطبل لصلاح وما عجبكش الفيديو فممكن تعمل ديسلايك، اما لو شفت ان انا نوعا ما عندي حق ممكن تعمل لايك وسبسكرايب وتشترك عندنا في القناه، وشرفتنا ونورتنا باي راي انت قلته او لايك او ديسلايك، براحتك يا صديقي.